عضو اللجنة التحضيرية للمؤتمر الرابع لحزب أصالة المعاصرة المنعقد إن شاء الله 27 28 29 ببوزنيق. الوضعية الحالية الآن الحمد لله الحزب في مرحلة وفي محطة تنتظره تاريخية، محطة ديال الانتقال من مؤسسة حزبية للأصالة المعاصرة في هذا الوضع اللي مزيان الحمد لله الأحسن والأفضل، قيادات جديدة وبكفاءات جديدة اللي تتماشى مع النموذج التنموي الجديد اللي تنادي به سيدنا، وكذلك مع التوجهات ديال سيدنا ديال الأحزاب يكون فيهم خبراء في الأمانة العامة وفي المكتب السياسي وكذلك في أعضاء المجلس الوطني. اللجنة التحضيرية الآن الحمد لله في محطة ديال طنجة، تمت المصادقة على كل الوثائق اللي تقديمها المؤتمرين من أجل التصويت عليها وتعديلها ومناقشتها بشكل ديمقراطي ومن أجل الاستماع والإنصات لكل الباميات وكل الباميين. اللجنة التحضيرية اللي الآن تحت رئاسة وقيادة الأخ سمير كودار، الآن الحمد لله الأمور غادة على أحسن ما يرام، والاستعدادات الآن غنبداو في هذه الأيام القليلة القريبة في الانتدابات ديال زيارات الأقاليم والجهات من أجل رسم خريطة ديال الحزب جديد تيتماشى بفلسفة جديدة، غنحافظوا على الهويه السياسيه للحزب اللي هي الديمقراطيه الاجتماعيه المنفتحه، وهنا غادي نكونوا اكثر انفتاحا مع كل الاحزاب وكل المؤسسات السياسيه بالمغرب بغض النظر على العلاقات القديمه اللي كانت عند الحزب بعض الاحزاب. حنا الان غادي يكون حزب يستمع للجميع، وغادي يكون حزب بكفاءات جديده. ربما الامانه العامه ولا المؤسسه الامين العام اللي كاين الان نحترموها ونحترم كل البامي والباميات، ولكن الاوان للتفكير في نموذج حزبي يليق بمستوى المغرب وبتطلعاته لا الاقليميه ولا الدوليه. كذلك حزب اصلا معاصره رقم في المعادله اللي هو ثاني قوه سياسيه في المغرب واول قوه سياسيه في المعارضه، خاصو يحظى بواحد المؤتمر اللي يكون مؤتمر يليق بمستواه وبمستوى مناضليه، وهذا لا شك فيه من خلال الحمد لله حضور ما يزيد على 12 منسق جهوي اللي طردهم الامين العام للاسف، حاضرين بقوه في الاجتماعات، حاضره واحد الطاقات كبيره جدا، وتمت العوده ديال مجموعه ديال المناضلين والمناضلات للحزب والتزامهم وانخراطهم في انجاح الدوره المقبله اللي ان شاء الله غتكون دوره حاسمه، وغيكون دوره ديال حزب جديد جدا بتصور جديد بأفكار جديدة بنخب جديدة بآلية عمل وبرنامج عمل حقيقي جدا، وغيكون انتخاب أمين عام جديد إن شاء الله بشكل ديمقراطي بعيدا عن التوافقات القديمة، وغندخلوا في محطات وفي مسار جديد للحزب إن شاء الله.